من تعادل صفر لمثله ما بين الفريقين. قلت الوداد فتحت له مجموعه من الفرص، كيظهر بان بامكانه خلق الخطوره لفريق ليغا موسيلمان. هذه محاوله من جهه اليسرى عند لاعب رقم 8 ليبرتي، هذا محاوله ديال المرور في وسط الميدان عند موميد لاعب رقم 27 في دائره ديال الوسط. محاوله وتبادل كروي ما بين اللاعبين ديال فريق ليغا موسيلمان. التركيز اللاعب على الاجنحه، قلت جمهور يحضر المباراه، جمهور يعني كبير كبير جدا. هنا كتمشي الكره فقط عند نادر المياغري دون اي خطوره، يعني الارض ديال الملعب وايضا ملعب ليغا موسيلمان يبعد عن الاقامه ديال الفريق تقريبا 20 حتى 25 كيلومتر، يعني مسافه بعيده بعض الشيء. الكره عند بكر الهلالي بكر الهلالي والمسانده من جانب الجاليه المغربيه يعني اللي كتتابع هذه المواجهه، لكن تمريره خاطئه كانت في اتجاه ليسمويتيس كترجع عند لاعبي فريق ليغا موسيلمان. التبادل ديال الكره هنا مازال ما لقاوش الريتم ديالهم على المعتاد، يعني لاعبين اللي كيظهر منذ الوهله الاولى بان بنيات جسمانيه كبيره كيعتمدوا على الكره القصيره وايضا بناء الهجمه انطلاقا من الخلف. كره في وسط ميدان طويله في اتجاه الخط الامامي، قلت هنا التركيز على اللاعب ديال الكره الطويله للمهاجم ديال فريق ليغا موسيلمان هذا جوزيف، لكن الكره كتخرج خارج ارضيه الملعب. التوج ديال فريق الوداد غادي ينتظروا اللاعب ديالو، قلت واحده من مباريات ذهاب الدور الثاني لكاس الاتحاد الافريقي. فريق ليغا موسيلمان النادي اللي تاسس سنه 1990، النادي اللي تجاوز في الدور الماضي فريق كينغ هذا من نيجيريا بسبعه ديال الاهداف بعد كانت الهزيمه في مباراه الذهاب بنيجيريا بثلاثه. هنا كتلعب التوج كتمشي عند لاعبين ديال فريق ليغا موسيلمان. هنا الحكم ديال المواجهه اذكر روزيفي هذا اللي كيقود المواجهه من زيمبابوي، يساعده جيب هذا المساعد الاول سلامه موبي كمساعد ثاني. كره تلعب عند لاعبين ديال فريق ليغا موسيلمان كتسترجع بسرعه، وهنا حكم المواجهه يتدخل وكيمنح يعني ضربه خطا الفائده فريق الوداد. كوفرون في وسط الميدان، تدخل كان بحق فابريس اوندام يعني الوداد يدخل المواجهه، فابريس مويتيس ايضا بوبلي اندرسون كان يضيف لهم بكر الهلالي سعيد تاع يونس من قاري جمال العليوي خالد سقاف يوسف رابح مراد مسن ونادر مياغري كاتيبه. يمكن نعولوا عليها لتحقيق نتيجه ايجابيه، الكل كان متخوف من الغزاره في تهديف من جانب فريق ليغا موسيلمان. لحد الان فكيظهر بان فريق متناول الوداد يعني حقق امامه نتيجه ايجابيه على الاقل العوده بالتعادل، لما لن نشوفوا هدف يكون مباغت هنا بالملعب ديال الفريق المضيف. مازال ما شفناش ارتقاء ديال المستوى، يعني كان حيطه وحضر من جانب الفريقين في اتجاه ليسمويتيس. فابريس كيسدد محاوله من جانب فريق الوداد لكن كضرب في الدفاع ديال فريق ليغا موسيلمان وكنمشي عند حارس مرمى دون اي خطوره. 20 دقيقه دائما تعادل صفر لمثله ما بين الفريقين.
20 احنا كنلعبوا 24 دقيقة، النتيجة تتغير، فريق ليغا موسيلمانا يسجل الهدف الأول في المواجهة، كان خطأ على مستوى التغطية الدفاعية، خطأ في إرجاع الكرة من جانب جمال العليوي كيستغلوا هذا سونيتو اللي قلت اللي كيحمل رقم 25، هدف فريق اللي سجل بعض الأهداف في المباراة ديال الفريق الماضية، تسديدة قوية على حدود مربع العمليات، يعني ما خلاتش أي فرصة النادر المياغري في التصدي له، كتعطي التقدم، هنا كرة ثابتة من جانب فريق الوداد كتطلع داخل مربع العمليات، يعني كرة ثابتة تلعبت بواسطة بوبلي أندرسون في اتجاه سعيد فتاح اتجاه الزاوية، لكن كرة كيظهر بأنها تجاوزت خط المرمى وكتخرج خارج أرضية الملعب، قلت يعني من كرة واحدة فريق ليغا موسيلمانا كياخذ التقدم ويسجل الهدف ديال الأسبقية اللي كانت تعيش عليه المباراة لحد الآن 24 دقيقة، قلت يعني مباراة كانت غادية في ريتم عادي، خطأ على مستوى الدفاعي كيمنح التقدم الفريق ليغا، تفضل المهدي. سجل في الدقيقة 20، حنا كنلعبوا حاليا 25 دقيقة، تقريبا 5 ديال الدقائق باش تسجل الهدف حاليا اللي كتعيش عليه المباراة، دائما فريق ليغا متقدم ب1-0، قلت هدف وحيد لحد الآن، كنتمناو نشوفوا ردة الفعل ديال فريق الوداد في هذه المواجهة، قلت يعني محاولة واحدة اللي كانت في المواجهة من جانب ليغا موسيلمانا هو اللي خدا بها التقدم لحد الآن، رجع لك المهدي. يلا يلا لا ما عندك تشيله ما عندك انا اللي عندك تشيله يقول لي شخص انت عندك يا سي او
Thank you.